هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات مع رئيس الوزراء الهندي على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن ووضع الآليات التنفيذية لخطط التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن المباحثات شهدت نقاشا حول الارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي. شهدت مباحثتنا اليوم نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين مصر والهند إلى المستوى الاستراتيجي، واتفقنا خلال الحوار الذي جرى اليوم مع دولة رئيس الوزراء على دورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ووضع الآليات التنفيذية لخطة التعاون المشترك بين البلدين.